فوتو عسلامة ومرحبا بيك. فاينل اليوم بين نجم الرياضي الساحلي التونسي والهلال السعودي، فاينل تابع كأس الزايد واللي سماها القديم هي البطولة العربية. فاينل كان ناس كل متوقع وحتى محليين العرب كانوا متوقعين الكأس هذايا باش تروح للهلال السعودي، لكن في الكورة تتخيل كل شيء، وفي الكورة فما سيناريوهات الكل، خاصة الفاينل. لكن الجمهور التونسي كان عنده ثقة كبيرة بالنجم الرياضي الساحلي انه ينجم يتوج بالبطوله هذه، مش ينجم باش يتوج بالبطوله العربيه هذه. وصار اللي صار، والنجم خرج فايز من البطوله هذه وانتصر على الهلال السعودي بنتيجه 2-1. هدف جاء عن طريق كريم العريبي، عدلها جوميز، ومحمد الثمثناني في اللمسه الثانيه ليه في المباراه يسجل الهدف الثاني، وهدف كان غالي 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 للجمهور النجم الرياضي الساحلي واللي مكن لهم باش يتوجوا البطولة هذه، وأول مرة في تاريخهم توجوا البطولة هذه. على فكرة هذه أول مباراة تدور بين الهلال السعودي والنجم الرياضي الساحلي، أول مباراة وفات بانتصار النجم الرياضي الساحلي نتيجة 2-1. مباراة باش نحكيو بالضبط صار فيها وشنو الحاجات اللي تعجب وشنو الحاجات ما عجبش. أما قبل أي حاجة، قبل ما نحكي عن المباراة هذه، لايك الفيديو اهم حاجه لايك الفيديو، وكان تحب بارتاجه بين اصحابك. هذاك موضوع اخر، خلينا نحكيو ساعه عن صرف المباراه واداء النجم في المباراه هذه، وكيفاش ولا كيف فاز النجم على الهلال السعودي في المباراه هذه. النجم كالعاده في مباريات كبار وضد هجوم قوي ياسر يلعب بتشكيله ثلاثي دفاعي. مره هذه عمار جمال بغياب على الاصابه، وغياب وجدي كشريد على الجهه اليمنى للعقوبه والانذار الثاني. رجلو مير على الرغم من عنده برشا غيابات، لكن استطاع يعوض الغيابات اللي عنده بلاعبين اخرين، واستطاع انه ينجم يغطي على المراكز اللي كان فيها عنده غيابات، خاصه على الجهه اليمنى والدفاع والجهه اليسرى اللي هبط مرتضى بن ونيس. كتغيير مركز ناجح، لكن ناقصين شويه حاجات، واللي من هنا المباريات القادمه يتحسن فيها. بنفس الحكايه مير حناش اللي رينيه على الجهه اليمنى اللي مستانسين بيه يلعب كجناح، لكن المره هذه مع رجل مير هبطوا كظهير ايمن. في الدفاع كان كوناتي بن عزيزه وابو غطاس. كوناتي على فكره الفتره الاخيره قاعد يتعدى فتره باهيه برشا، اللي فك بلاصته ولا اساسي في النجم الرياضي الساحلي. مباراه كبيره ليه، محاصره لصيقه لجوميز. ابو غطاس والعواضي كانت عندهم محاصره لصيقه لكارلوس ادواردو اللي الشوط الاول ما ظهرش، كان غايب، كان معزول، كل كره تجي يلقى معاه ثلاثه لاعبين حاصرينه. نفس الحكايه لجوميز، كل نجوم رغم انه شويه فرص جات الهلال الشوط الاول، لكن كان غير قادر على التسجيل ولتسجيل الفرص اللي جاته، ولا فرصه نتاع تسجيل هدف للهلال. صحيح ثلاثي دفاع، لكن بالرغم من نجوم الكل اللي عند الهلال، صحيح فما برشا غيابات للهلال السعودي على غير جوفينكو، كاريلو، برشا اسامي، عمر عبد الرحمن. حتى الهدف اللي سجله الهلال السعودي جاء عن طريق ضربه جزاء، لكن اخت هذايا واخت الكلام هذايا، الهلال السعودي ما كانش قادر باش يسجل اهداف. بالدفاع والوسط اللي عنده نجم الساحلي ما كانش قادر، ما يفوتش 6 تمريرات، ما ينجمش يعمل اكثر من 6 ولا 7 تمريرات في مباراة. يا تمريره غالطه يا كثره استحفاظ الكره، كل كاو كيفاش. انا عندي كلام، رجل المباراة كانت نجم تتعطى المدرب، راه تتعطى رجل مير. التكتيك اللي هبط بيه ضد الهلال السعودي كان تكتيك لا نقاش فيه، سكر على كل منافذ الهلال السعودي، ما خلاهمش يتنفسوا. فماش لاعب مسكر باش تتعدى، لي بالمستحيل ما تتعداش مع الدفاع هذاك الوسط هذاك، ما تتعداش. وقوة النجم الرياضي الساحلي كانت المباراة هذيا هي الكرة الثابتة. حتى الهدف اللي جا الاول من كرة ثابتة، وعلى عكس الهلال السعودي ضعفة كان في الكرات الثابتة اللي كانوا مدافعينها صفر في الكرة الثابتة، لا مركاش لا وقفة لا كرة بالراس، شيء ضعيف الهلال السعودي في الكرة الثابتة. بالرغم هذا النجم الساحلي استطاع من كرة ثابتة يسجل هدف، لكن ضيع برشا كرة ثابتة اللي كان قادر باش يسجل وراهم هدف. تنظيم ووقفه وتكتيك المدرب رجل مير اللي اعطاه ميزه خاصه للاعبين نجم الثلاث الساحلي، واللي تخرج الشحنه فيهم والجرينتا اللي كانت موجوده للاعبين النجم اللي كانوا دقيقه اخر لحظه يحاربوا باش ينتصروا في المباراه هذه، على عكس الهلال السعودي اللي بعض اللاعبين فماش جرينتا، هذيك اللي صنعت الفارق. جرينتا لاعبين النجم الرياضي الساحلي هي اللي صنعت الفارق في المباراه هذه، والجمهور وكل شيء في كل الحالات لاعبين النجم هبطوا بقليب. جرينتا دقيقة 90، وخاصة من أهم حاجات اللي صنعوا الفارق هو المجهود الفردي لعديد اللاعبين من نجم الرياضي الساحلي، كيفاش يقطعوا بالكورة، كيفاش يبنيوا اللعب، هو اللي صنع الفارق، خاصة المجهود الفردي، سواء من الشيخاوي، سواء من المساكري، سواء حتى من كريم العريبي اللي قدم مباراة كبيرة 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 كبيرة، وأنا حسب ما نشوفه المباراة هذيك كان هو رجل المباراة، على الرغم أنه وحده القدام،
كل مرة يراوغ المفيد يتحصل على حاجة، كل كرة تجي المفيد ما يخسرش هكاكا. صحيح ضيع فرص لكن قدم مردود كبير 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 ومردود محترم. شوفوا الهلال على الرغم انه شوط الاول كان مستحوذ على الكرة وكان يتحكم باستمرار المباراة لكن ما كانش قادر على التسجيل، ما كانش قادر. وحتى الشوط الثاني نفس الحكاية، الا جاته ضربة جزاء سجلها لكن ما كانش قادر على التسجيل. وبر حاجات من هذه خطر محاصرة لصيقة من لاعبين النجم على لاعبين الهلال، كل كرة لازم تزيد عند اللاعب الهلال السعودي الا ما يلقى بعدها ثلاثة لاعبين من النجم الذي الساحلي. البلوك اللي كان موجود النجم ويلعب به النجم هو اللي سكر على الهلال السعودي، هو اللي ما خلاش الهلال السعودي يكون اختير في كل كرة. حتى شوية الفرص، حتى شوية الاخطاء اللي جات من النجم الذي الساحلي لكنهم ما نجمش الهلال السعودي انه يستغلوا فرص هذوك. من ناحية حتى كي يخطأ الدفاع، من ناحية ياخذ قدامه حارس كبير ولا هو كريدين اللي عدى مباراته اخر لحظة التصدي اللي عمله، تصدي برافو يعطي الصح، جاء في وقته وكورة جت في وقته وتصدي جاء في وقته اللي حرم الهلال السعودي من تسجيل هدف التعادل. وحتى كوتشينج متاع روشيلو مير، كوتشينج اللي عمله كوتشينج ناجح، التغييرات اللي عملهم كوتشينج ناجح بالحق، سواء مثناني سواء ملك باعيو كوتشينج ناجح، التغييرات اللي عملهم تغييرات ناجحين، خاصة مثاني اللي في ثاني كورة وثاني لمسة ليه يسجل منه هدف الثاني، هدف غالي 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 لجمهور النجم الذي الساحلي، هدف جاء في وقته، هدف قاتل طل مباراة، قاتل في وقت قاتل، جاء دقيقة 90 زائد 2 زائد 1 في وقت قاتل سجله النجم الذي الساحلي. الهلال كان غايب، نجومه كانوا غايبين، ومجهود فردي كبير وبرشا استحواذ على الكورة وتمريرات خاطئة اللي صنع الفارق في مرتبة ذي، كانت استحواذ على الكرة من لاعبين الهلال السعودي، ومن ناحية أخرى بلوك النجم اللي كان يحاصر لاعبين الهلال، وخاصة من ناحية أخرى غياب برشا نجوم والعديد من النجوم من الهلال السعودي من هنا نعذر الهلال صحيح، لكن على الرغم ذي هو غياب جنينة لاعبين الهلال، هو اللي غياب جنينة لاعبين الهلال هي اللي صنعت الفارق. هارد لاك للهلال في مسابقات الأخرى خاصة في الشامبيونز ليغ الآسيوي. مبروك 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 ألف مبروك النجم الذي الساحلي بالفوز بالكاس هذه، وحظ أوفق في نصف النهائي أو ربع نهائي اللي مازال كونتر الهلال السوداني، ونصف النهائي بقدرة ربي إذا ترشح وباش يدور ضد الزمالك المصري. أنا بوتوست آخر الفيديو هذا كان ديبالي في متعمل طرح النجم الذي الساحلي والهلال السعودي. إن شاء الله الفيديو تكون عجبتك، أنا نتوم عليك نقول لك بسلامة ونشوفك في فيديو أخر. في أمان.